اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي في الاستوديو طبعا الكابتن ايمن سعد. حقيقه قبل ما ارحب بيه طبعا حابب للي ما لحقنيش او ما شافنيش قبل الفاصل يعني حابب اعرف طبعا الساده المشاهدين من هو الكابتن ايمن سعد. كابتن ايمن سعد هو مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لالعاب الماء. عضو اللجنه الفنيه للسباحه بالاتحاد الدولي. سباح دولي عام 88 وحصل على ثالث العالم. مدير اداري طبعا سابق بالنادي الاهلي، سكرتير عام بالاتحاد المصري، مدير تنفيذي باتحاد الامارات 15 سنه، ويمكن هو كان ليه دور كبير جدا في ادخال السباحه في الامارات والطفره الكبيره اللي حصلت في دوله الامارات في السباحه. كان احد الجنود المجهولين اللي كانوا ليهم دور كبير في دوله الامارات. من اشهر الشخصيات في العالم في تنظيم البطولات العالميه والعربيه، ونظم اكثر من 54 بطوله. الحقيقه ده برضو بيبقى يعني عايزه درايه وعايزه اتصالات وعايزه يعني معرفه بالجديد في هذا الموضوع، وده طبعا يعني حاجه كبيره ان يكون من ابناء النادي الاهلي عنده فكره كبيره بهذه الامور. مرشح لرئاسه اتحاد السباحه على مقعد الرئيس من ضمن العشر الاوائل في الترتيب العالمي لمده 8 سنوات في السباحه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي لاول مره. الله يكرمك يا كابتن. الحقيقه يعني مشوار كبير، مشوار حافل بانجازات. اكيد لما مجلس اداره النادي الاهلي طلب مساعده حضرتك كمستشار، اكيد في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا الطفره دي كنت اكيد انت برضو ليك دور كبير فيها. لا هو طبعا شرف لاي حد يشتغل في النادي الاهلي، احنا اتربينا في النادي الاهلي حضرتك عارف، وفتره طويله لعبنا في النادي الاهلي. بشرف اول ما كلموني كنت انا خلصت قبل حتى ما اخلص شغلي في الاتحاد الامارات، هم كلموني ان هم عايزين حاله اشراف لان كانوا محتاجين حاله توازن، يعملوا حاله توازن جوه الاجهزه. الحقيقه قدرنا نعمل نشكل مع طبعا مجهود من مجلس اداره، هم ساعدونا كتير على فكره من تغيير اللوائح الماليه. جميل. ودي كانت مهمه جدا لان كان مدربين النادي الاهلي، انا بتكلم على السباحه واكيد في الالعاب الاخرى، كانت المشكله ان مرتبات النادي الاهلي ضعيفه شويه زمان لان ما كانتش تواكب العصر، فكل مدرب كويس كان بيطلع شويه يجي شويه النادي الاهلي بيطلع. انا قدرت الفتره اللي فاتت نرجع اولاد النادي الاهلي تاني، نستعين بخبرات من بره، قدرنا نكون جهاز كبير. انت عارف ان العاب المايه احنا عندنا 5 العاب، السباحه والسباحه الطويله وكره المايه والباليه المائي والغطس. وبعدين المشكله ان احنا الالعاب الفرديه ان هي في الاهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، ودلوقتي الشيخ زايد. الشيخ زايد. فدلوقتي التمرين بيشتغل، انت عارف مش لعبه جماعيه، مفيش غير كره الميه، السباحه شغاله في كل يعني عندي تحت 11 سنه، تحت 12، تحت 13. اعمار سنيه مختلفه جدا. 3 فرق شغالين. فطبعا جهاز قوامه كبير جدا. صحيح. الجهاز اتكون بموافقه مجلس اداره وقدرنا نرجع تاني. النادي الاهلي كان طول عمره ابطال مصر. في حصلت فتره دروب كده قبلها بس قدرنا نرجع. النادي الاهلي خسر كاس مصر في اخر سنتين، حصل شويه دروبات كده قدرنا نرجعها تاني على الطريق. وحتى كره المايه كمان ما شاء الله، يعني فريق 20 سنه كان معاه الحلقه اللي فاتت واستطاع انه ياخد بطوله الدوري السنه اللي فاتت، وحتى الفريق الاول رجع للمستوى السابق. لا هو الفريق الاول الحقيقه كان المفروض يكسب وخسر بفعل فاحل، بس يعني مش وقت ان احنا نتكلم في كده. بس هو كره المايه محطوطه على التراك كويس قوي. صحيح. وخصوصا السنه دي قدرنا ان نتعاقد مع محمود حسن، مسك مدير الفريق كره المايه. صحيح. والمدير الفني طبعا وليد عزت، وموجود الجهاز جهاز كبير برئاسه وائل عزت لالعاب الماء، ومشكلين جهاز لكل لعبه. صحيح. طب كابتن انت طبعا اول ما مسكت لقيت طبعا اللائحه الماليه هزيله شويه. لا لا كانت اتطورت، يعني انا جيت لقيتها اتطورت. طبعا اول حاجه ساعدت، هي ساعدتني ان انا ما بقاش في مشكله بقى. تبتدي تاخد الكفاءات ترجعها. رجعنا اولاد النادي الاهلي بيمرنوا بره، ورجعنا الخبرات الكبيره، الناس اللي عشان نقدر نديها ما يستحقوا. الحقيقه قدرنا ان احنا نظبط الموضوع. فكانت سهله، هم سهلوا علينا الشغل يعني. صحيح. دي كانت من ضمن طلباتك. بتهيألي برضو يا كابتن الحمامات كانت حالتها صعبه شويه. لا الاكويبمنت مش الحمامات، الاكويبمنت بتاعت السباحه، الحبال، الاجوان، الكور، الحاجات بتاعت الساوند سيستم. بس الحقيقه اول ما جيت المجلس الاداره ما تاخرش في حاجه، والنشاط الرياضي في يعني بنقول ايام كانوا بيخلصوا كل حاجه، بيلبوا كل حاجه حضرتك، كل حاجه بتخلص ضروريه. وانا شايف ان كمان السنه دي هيحصل طفره في الباليه المائي،
والغطس، لان جبنا مدربين على اعلى مستوى، رجعنا اولاد النادي الاهلي تاني برضو، كلهم اولاد النادي الاهلي. مجلس الاداره بيلبي حاجات خلال السنه وشويه اللي انا قعدتهم سنه ونص اللي فاتوا دول، تلبيه سريعه. النشاط الرياضي بيشتغل معانا يوم بيوم الكابتن عاصم السعداني، فهم هو ده، مش محتاجين اكتر جهاز فني وجهاز اداري برئاسه وائل عزت، ناس بتبذل مجهود. صحيح. انا ما بروحش كل يوم طبعا، بيبذلوا مجهود فوق طاقه الناس. يعني انا مش موجود هنا عشان اشجعها، انا بشجعهم بس ان هم ناس. لا، النتائج بتتكلم يا كابتن، النتائج بتتكلم. هم رجعوا هيبه النادي الاهلي في السباحه، هيبه النادي الاهلي في العاب الميه كلها، السباحه الطويله والقصيره احنا اكتساح كتير. كره الميه دخلنا على التراك اول مره 20 سنه يكسبوا، من 15 سنه اول مره يكسبوا كاس 20 سنه. زي ما قلت لك الدرجه الاولى خسرنا فعل فاعل. كل فرق مراحل الناشئين بتنافس، ودي كانت حاجه جديده. طب برضو يعني خلينا قلنا الحمامات، السباحه، الاكويبمنت او المؤديات اللي حضرتك كنت طالبها اتوفرت، بدات تجذب تاني ولاد النادي، يرجعوا الكفاءات رجعت. امتى نشوف بطوله عالميه للسباحه بالنادي الاهلي؟ حضرتك ضحكت. انا ضحكت لان احنا حاولنا الحقيقه، بس طبعا الاتحاد فيه شويه حاجات يعني، قدمنا وحاولنا نعمل بطوله الاهلي الدوليه، وحاولنا نعمل بطوله عربيه، وحاولنا بس ما حدش بيرد علينا يعني، بس لازم تاخد موافقه الاتحاد. ما لازم، الكلام ده مش هيحصل الا بالتعاون مع اتحاد اللعبه اكيد. طبعا. فهي كان في شويه مشاكل كده خفيفه طول السنه، فالحقيقه ما وصلناش لحاجه، بس ان شاء الله الرغبه موجوده. طبعا، لان النادي الاهلي ده انت بتبيع ماركه يعني. صحيح. فانت لازم تعمل بطوله الاهلي الدوليه، لازم تبقى موجوده. انا شايف ان هي لازم تبقى موجوده في كل الخريطه. لا، وموجوده على الخريطه الدوليه، لازم على الخريطه الدوليه. وفي بطولات عالميه بره بتتعمل في السباحه للانديه باسم نوادي، في دار مشتاد وفي جنيف، موجوده وكلها بقت عالميه وبقت سنين طويله بتتعمل. النادي الاهلي ماركه عالميه. صحيح. لازم نستغلها، ولازم يبقى فيه، وللالعاب المايه كلها مش للسباحه، يعني تتعمل خمس العاب موجوده باسم بطوله الاهلي الدوليه. وعندنا الامكانيات لدي يا كابتن. عندنا امكانيات كده، عندنا حمامات سباحه مؤهله لكده، عندنا اكويبمنت ناقصه زي الساعه الالكترونيه، وانا شايف ان دي لا تتاجر، لا ممكن نشتريها. في واحده في منطقه القاهره تقريبا بتتاجر، بتهيألي هي بتتاجر منطقه القاهره، بس انا يعني انا حتى مقدمين طلب لمجلس الاداره ان احنا عايزين نشتري ساعه أكيد. لان تكلفتها مش عاليه، ايجارها غالي، وايجارها غالي، واحنا ممكن نجيب حاجه احدث كمان من اللي موجوده في منطقه القاهره، واحنا نستغلها للناس لو حد عايز ياجرها. بس احنا لازم، احنا محتاجينها في النادي. ثمنها كام دي يا كابتن السعد؟ على حسب بقى انت عايز امكانيات ايه. لو احنا على قد بطولات براعم والحاجات اللي احنا بنعملها جوه داخل النادي الاهلي، احنا محتاجين حاجه ب 300 400,000. لو حاجه سكيل اكبر، بطوله عالميه، لازم هتطلع فوق ال 2 مليون. 2 مليون يعني برضو دي اكيد اكيد النادي الاهلي هيوفرها في يوم من الايام، انا واثق، لان هو طبعا الجديد بيجي. ايوه، لان هي هتجيب ثمنها. هتجيب ثمنها. هي هتجيب ثمنها. صحيح. طيب ده بالنسبه للبطوله العالميه اللي احنا كلنا كنا بنعمل فيها. عندنا الامكانيات، عندنا السباحين، عندنا زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي ماركه او بتبيع ماركه كبيره ممكن يعني يشارك فيها عدد كبير. برضو في حاجه، امتى هنشوف بطل عالمي زي حضرتك كده يوصل لمنصات التتويج في المراحل الكبيره بالذات في العمومي؟ لا، انت نقدر نشوف حد كده؟ لا، احنا عندنا ابطال عالميه. انا كنت ثالث عالم في السباحه الطويله، ولكن احنا عندنا ابطال في السباحه القصيره. احنا عندنا احمد اكرم، سباح كبير جدا طبعا، وسباح مهم جدا. بس على العمومي اخباره يا كابتن؟ على العمومي ايه؟ يعني على السن الكبير، يعني في سن هو في العمومي. لا لا، هو في العمومي قدر يخش سيمي فاينل اولمبيكس وسيمي فاينل بطوله عالم. طبعا كسب هو ميداليه الذهب في الاولمبيات ناشئين، ولكن هو انا قصدي كده الميداليه اللي خدها كانت في الاولمبيات الناشئين. اولمبيات الناشئين، بس هو محطوط على التراك مظبوط، بيتمرن باشراف طبعا اللي بيشرف عليه مدرب المنتخب شريف حبيب، هو من ابناء النادي الاهلي، وهو بيتمرن في امريكا مع مدرب امريكاني بره، وهو سباح من السباحين المهمه جدا في العالم. وانا شايف ان هو 2020، انا بقول ان الولد احمد اكرم ده محطوط على تراك، او مش الولد ده، البطل الكبير طبعا، محطوط على التراك مظبوط، وهو بيشتغل مظبوط وداخل على طفره كبيره. وفي سباح اسمه علي خلف الله. عارف علي. علي خلف الله ده طلع 18 على ما اعتقد في الاولمبيات الاخرانيه، في اهم سبق في الاولمبيات في ال 50 متر حر.
ما شاء الله. وعلي برضو محطوط على التراك مظبوط، وعلي انا بتوقع له ان هو فاينل اولمبيكس زي احمد اكرم بالظبط، يعني هو احمد اكرم عندهم شانس عاليه جدا الاولمبيات اللي جايه، الاولمبيات اللي جايه بالنسبه لابناء النادي الاهلي يا رب. طيب احنا معانا كابتن ولي عزت رئيس جهاز العاب الماء على التليفون، اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، ازيك هيثم؟ ازيك كابتن ايمن؟ يا اهلا وسهلا، سعيد جدا ان انا بسمعكم وده بعمل مداخله في النادي الاهلي، حاجه بتشرفني. حضرتك دايما بتكون ضيف عزيز، مش ضيف انت صاحب مكان طبعا، ولكن احنا عارفين قد ايه المجهود اللي حضرتك بتبذله. طمنا عن الدوره التنشيطيه، اخبارها ايه؟ ماشيين ازاي؟ الدنيا عندك عامله ايه؟ والله احنا الحمد لله الاول، بس يعني انا عايز يعني اشكر كابتن ايمن على الفتره اللي فاتت، هو يعني كان خير داعم لينا والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا شغل كويس. هو كان ليه زي ما بيقولوا كده من الجنود المجهولين اللي احنا حتى هو كان بيبقى في دبي بيبقى في اتصال يومي بيني وبينه، وكان ليه رؤيه يعني تحترم الحمد لله. احنا الحمد لله عندنا بطوله تنشيطيه دلوقتي كره ميه، وفيها بيمثلها حوالي 300 سباح و 300 لاعب كره ميه، وامبارح الحمد لله كنا حاضرين الافتتاح، كان حاجه على اعلى مستوى. وان شاء الله بمشيئه الله احنا في انتظاركم بكره تبقوا معانا النهائيات بتاعه البطوله ان شاء الله بنفيد. اكيد هكون معاك وان شاء الله، يعني توقيتها مهم جدا يا كابتن بتهيالي عشان تطمن على فرقتك. لا هي بص حضرتك، احنا البطوله دي نوع من انواع التنشيط، احنا دي المراحل من اول تبدا من اول 2005 لغايه 2009. احنا دايما ابدا لازم نخلي الولد يتحط في اطار المنافسه، ده نمره واحد، يعرف قيمه النادي الاهلي والبطوله اللي هو بيلعب فيها، لان هو احنا بنعده عشان لما يخش بطولات رسميه يبقى عنده الخبره دي نمره واحد، يبقى ازال الهيبه والخوف اللي اي سباح او اي لاعب بيخش اول بطوله بيبقى متوتر ومضغوط. فاحنا بنحاول نعمل بطولات تنشيطيه بالظبط زي البطولات الرسميه، وحكام وساعه وطوائد رسميه بتلعب فيها، بنحطه تحت الاتموسفير بتاع البطوله علشان خاطر لما يلعب البطوله الرسمي يبقى ان شاء الله موفق وربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه. شغل محترم ومجهود محترم كابتن ولي عزت رئيس جهاز العاب الماء، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه كابتن ايمن، الشغل ما بينتهيش وجهاز دؤوب يعني بيعملوا شغل. لا هو الجهاز انا بصراحه اما اخترت الجهاز وخصوصا الكابتن ولي عزت، هو كان مدير كره الميه والبالين المائي والغطس، وانا اخترته ان هو يبقى رئيس الجهاز العاب المي. حتى كان في حديث بيني وبينه على طول ان هو ما كانش عاوز، يعني هو كان بيقول لي لا خليني انا في الحته، فانا خليته رئيس جهاز لرؤيه. الحقيقه معاه مدير السباحه محمد علام وكابتن طارق الصغير طبعا مدير الباليه والغطس، وكان معاهم محمد فاضل ومعاهم مجموعه كويسه قوي بيشتغلوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي. بس تخيل كابتن طارق الصغير برضه كان عنده مشكله في الباليه واعتمد على بنات النادي الاهلي، قعد سنتين لغايه ما شفنا ما شاء الله دلوقتي. لا شفنا الحقيقه، وفي مدربه طبعا ريتا، كابتن ريتا، ريتا موجوده، وفي الكابتن عزيزه رجعت كانت مدربه في اليوبلس، وهي بنت من بنات النادي الاهلي. المهاجر رجعناها كله رجعنا يعني كده مفيش حاجه مهمه، حاجه من النادي الاهلي بره. عايزين كل اللي تهاجر يرجع يا كابتن ان شاء الله مسؤوليه. طيب حضرتك ان شاء الله يعني بتخوض الانتخابات اتحاد السباحه يوم 29/9 ان شاء الله على مقعد الرئيس. كلمنا عن برنامجك، عايز تطور ايه؟ عايز تضيف ايه؟ اكيد لك حاجه في دماغك. ما احنا لو اتكلمنا هنقعد ثلاث ايام. لا اكيد هحاول اختصر على ما اكيد. الحقيقه في انا قعدت 15 سنه في الامارات، وكان قبل كده موجود في الاتحاد المصري هنا، وكنت سباح دولي، اتفرجت على حاجات كتيره في العالم، عندي ارتباط وثيق بالاتحاد الدولي والاتحادات العالميه. حضرتك عضو اللجنه الفنيه للسباحه الاتحاد الدولي؟ لا غير كده، ان انا اما نظمنا بطولات بقيت جزء، بقينا جزء من الاتحاد الدولي، منظومه الاتحاد الدولي، فانا بحضر كل البطولات بره وهم بيجوني في الامارات. انا نظمت 6 كاس عالم للسباحه القصيره ما شاء الله، 6 كاس عالم للغطس، 2 كاس عالم الغطس العالي، نظمنا بطولة عالم للسباحة، بطولة عالم للناشئين للسباحة، بطولة عالم بطولة عالم، فاينل ليج للووتر بولو بينقي احسن 8 فرق في العالم زي كأس العالم كده للأندية. ايوه بس بينقي احسن 8 بالظبط تقريبا، هي نفس بتبقى مسبحة تبقى مسبحة دي، لأن شفت الماتشات دي بتبقى فرق على اعلى مستوى. ونظمت بطولة آسيا للألعاب المائية، العرب، خليج، وفي اهم بطوله كنت بنظمها اللي هي بطوله دبي الدوليه، وكان بيجيني 1300 1400 سباح ما شاء الله.
ودي كانت من البطولات الهافي الثقيله 54 بطوله ما شاء الله حضرتك فهي مجموعه 54 خليتنا عندنا علاقات قريب قوي من الاتحاد الدولي اصحاب الاتحاد الاوروبي اصحاب القرار وامريكا وروسيا قدرت اتعلم الاستراتيجيات والخطط بصراحه اتعلمت كتير قوي السنين اللي فاتت انا شايف ان احنا عندنا امكانيات عاليه جدا في مصر الناس فاكره ان انا عملت الكلام ده في الامارات انا نقلت دوله الامارات طبعا بمساعده الناس اللي كانوا في الاتحاد الاماراتي والرياضه المسؤولين عن الرياضه في الامارات ان احنا نقلنا من حته لمنطقه ثانيه خالص فنيا وتنظيميا واداريا ومباني وكل حاجه وليست على امكانيات دوله الامارات ولكن بجهود وفكر الناس الاتحاد المصري للسباحه او الرياضه المصريه تمتلك هذه الامكانيات فعلا البنيه التحتيه في مصر كويسه جدا مفيش نادي في مصر زي النادي الاهلي عنده حمامين سباحه هنا وحمامين سباحه هنا وحمامين سباحه مفيش كلام ده يعني احنا اقصى نادي موجود في الامارات عنده حمام سباحه واحد صحيح و 25 متر يعني اللي موجود البنيه التحتيه اللي موجوده مصر. مش موجوده في لندن مش موجوده في اي دوله في العالم حضرتك لفيت شفت وشفنا كل حته شهاده كبيره خد بالك يعني طبعا طبعا البنيه التحتيه انا دايما اشبهها بالجزيره بتاعه الزمالك بقول ال 5 كيلو دي فيها اكتر من انجلترا حمامات سباحه اكتر من انجلترا اللي هي الجزيره منطقه الجزيره بس 5 كيلو النادي الاهلي الجزيره مركز الشباب الجزيره والقاهره فيها حمامات اكتر من حمامات سباحه حمامات التربيه والتعليم والفتيات كتير جدا مش ناقصنا حاجه بشر احنا عندنا كفاءات كتير المدربين مركزين جدا اداريين ان انديه بتصرف لان النادي الاهلي ونادي الشمس ونادي الزمالك وانديه كتيره جدا يوبلس بيصرف طبعا وسموحه سموحه المهندس فرج عامل طفره في دفع الفلوس سبورت هيعمل طفره في كل حاجه طبعا فالنهارده احنا بنتكلم على منظومه مكتمله عايزه لها رؤيه واستراتيجيه نقدر نحسن الحكم المدرب الاداري الاداء اللعيبه النهارده انا عملت حاجه في دبي اتعاقدنا مع جمعيه المدربين الامريكيه قدرنا نوصل ب 85 كلينيك عملناه في خلال 8 سنين الاخرانيه خرجنا مدربين كتير كان بيجي لي حتى مدربين من مصر ودي مش عشان امكانيات الامارات بالعكس ده احنا كنا بنستفيد فلوس منها الاتحاد الاماراتي بيعمل دخل يعني بيعملها يعني كلينيك دي لها دورات تدريبيه بتعملوها وفي يطلع في الاخر الاتحاد الاماراتي كسبان منها طبعا وجبت احسن مدربين في العالم في كره الميه وانا كنت بادئ كره الميه ما كانش عندنا كره ميه انا بداتها في الاخر احسن مدربين في العالم وكانوا جميع مدربين مصر جت قبل كده يعني الدراسات دي وبرده كنا بنستفيد منها كفلوس وكفني الموضوع ما هوش امكانيات الموضوع عايزه رؤيه مظبوطه لازم هتعمل ايه في التمويل يا كابتن؟ ان انا هقول مشكله كبيره جدا التمويل المشكله ان مش المشكله هي الرياضه في العالم احنا بنقعد نسمع صناعه البطل والصناعه لكن تركيز على التفاصيل ما فيش الرياضه ما بقتش رياضه الهواه اللي كانوا بيلعبها زمان في النادي الاهلي ونادي الزمالك ما بقتش موجوده خلاص الرياضه دخلت صناعه الرياضه دخلت في مشاريع النادي الاهلي النهارده لما تيجي ميزانيته مليارات مليار ما ينفعش يبقى المنظومه مش احترافيه صحيح لان كان زمان مليون 2 5 10 ده لغايه كده لكن النهارده مليارات شركه بياخدها مليارات لازم تبقى منظومه احترافيه نفس الحكايه في الرياضه لازم ندخل الاول نصنع البطل عشان نقدر نجيب عليه سبونسر مش العكس مش نجيب سبونسر بعدين نعمل البطل لا هو البطل الاول عشان هو اللي يجيب السبونسر وبعدين ندخله في الميديا وبعدين في الصحافه وبعدين في كل حته بعدين اروح اجيب له سبونسر من عندنا شركات كلها وطنيه وتتمنى وانا عندي معلومه يعني ان فريده عثمان بعد ما كسبت الميداليه في بطوله العالم وده انجاز طبعا ما حصلش في الدنيا قبل كده يعني في السباحه القصيره كان في قبليها محمد الزناتي بس في السباحه الطويله مش في القصيره هي في القصيره اول مره في التاريخ انا عندي معلومه ان في بعض الشركات الوطنيه والبنوك بداوا يتصلوا بيها بس انا اتمنى زي نور الشربيني في الاسكواش على طول طبعا شركه كبيره جت رعايتها على طول بس انا اتمنى ان الرعايه تبقى قبل مش بعد بس انت عجبتني في حته قلت صناعه البطل الاول وبعد كده انا اجيب السبونسر طبعا مش العكس طبعا والميديا التلفزيون والصحافه هو اهم موضوع انا بتبنى ولاد الولاد دي بنعمل لهم استراتيجيه مظبوطه اتموسفير كويس منظومه احترافيه
في جميع الالعاب يقدروا نظام مسابقات زي بتاع اللي بيتعمل في العالم. وببدا نبدا نشتغل اما هبدا يبقى في نجم عندي. يعني انا النهارده لو ربنا وفقني في اتحاد السباحه كمان اسبوعين من عندي نجم، عندي احمد اكرم وعندي فريد عثمان وعندي بس فريده بتتمرن في امريكا يا كابتن، واحمد اكرم بيتمرن في كولومبيا يعني في معظم المنتخب. بس ماليش دعوه، هو مصري ونجم، هو نجم مالي يتمرن في اي حته. ونقدر اما هنعمل منظومه هيبقى في نجوم كمان بيتمرنوا جوه داخل مصر، ونجوم اللي موجوده في امريكا لازم نراعيها. نحقق لهم اللي هم بياخدوه في امريكا نحققه لهم هنا. صحيح. هنقدر بعد كده نجيب الاسبونسر من الميديا. الميديا هتبقى مهمه جدا، ان انا اما اروح لشركه وانا طول النهار بتكلم على احمد اكرم احمد اكرم احمد اكرم، اسم الشركه يبقى مرتبط باسم الله. هو هيشوف، هو شاف احمد اكرم في التلفزيون وشافه في الصحافه وشافه في كل حته. اما اجي هطلب منه سبونسر لاحمد اكرم او للاتحاد هتبقى سهله. صحيح. انا بشرحها بطريقه مبسطه يعني. بس ليها اليه في تنفيذها، لان حضرتك نفذتها اوريدي في دبي. احنا اتنفذت والعالم كله بينفذها. فالنهارده في سبونسر موجود في مصر، مش هنقول هنجيب سبونسر عالمي، بس في سبونسر موجود في مصر يقدر يغطي الكلام ده. وفي شركات وطنيه كتير محترمه كتيره عندها استعداد تصرف في المكان المظبوط. بس البطل الاول، البطل الاول طبعا. انت بقى انت خرجتنا من الفرخه الاول والبضاحيه. لا يعني انت قلت صناعه البطل، البطل الاول تيجي يجي بعد كده بامكانيات سبونسر محلي خفيفه، امكانيات الاتحاد، الدعم اللي بيجي شويه من الدوله. انا عارف ان الدعم ده هيقل الفترات الجايه. انا عارف بس بس انا عارف ان في المهندس خالد عبد العزيز الحقيقه وزير الشباب عامل والرياضه عامل خطه بديله، ان هم انا عارف ان في حاجه تمويل، جايبين صندوق تمويل وناس محترمه جدا اسماء عظيمه. فكره كويسه سمعت عن طبعا ان هم يمولوا الاتحاد عن طريق مش الحكومه، عن طريق حاجه شبه الحكومه. صحيح. طب خليني اسالك برضو سؤال، انا كنت بطرح الموضوع يمكن في الانترو بتاعي قبل ما حضرتك يعني تشرفني، حته ان اللاعب لما اطلبه يلعب مع منتخب مصر ويرفض. يعني انا دلوقتي عندي لاعب محترف بره. لا لا دي حاجه يعني ما صحش. حصل بتحصل، لاعب بيبقى بيلعب في جامعه بره، لاعب بيلعب مصر يعني كبرته وخليته نجم، وبعد كده بيقول لك لا انا مش هاجي العب عشان خايف اتعور. احنا ساعات بنواجهها في النادي الاهلي على فكره، بيبقى في لعيبه في امريكا وما بتقدرش تيجي، بس السبب ان هي بيبقى عندها امتحانات يوم البطوله. بس انا لكن ده بس لما يبقى احنا في دلوقتي في الصيف في السمر. لا بس منتخب مصر ده موضوع ثاني. موضوع ثاني. لان يوم بطوله العالم او بطوله افريقيا او بطوله في السباحه مثلا لا يمكن في اي جامعه من الابطال. برافو عليك. فمستحيل تبقى كل البطولات في شهر 8. 8 ده بيبقى شهر ميت في كل حته في العالم. طبعا لما انا اجي اقول لعيب او سباح او لاعب كره ميه او ايا كان اقول له بعد اذنك تعالى، ابعت له جواب اقول له تعالى تلعب مع منتخب مصر. لا لا دي حاجه ما تصحش، دي كارثة. لازم يقام فيها تحقيق ولازم نعلم الولاد الانتماء. ما هو انت بتعلمهم الانتماء ازاي؟ انا عايش في امريكا وبتمرن ومبسوط وكده، بلدي عايزاني مش هروح. ما هو ده ما بنعلمهمش انتماء، فلازم نبقى خط. طب ازاي اقدر احاسب لاعب زي ده؟ ازاي اقول للاعب مثلا اصل الموضوع ده يعني شايفينه بشكل كبير وشكل فج في كره السله، في بتاع حوالي 12 او 11 لاعب بره بيلعبوا في امريكا. لا انا مش عارف الاتحاد الدولي للسله. الاتحاد الدولي ده بيلعبوا جامعات. ما انا هقول لك، انا ما اعرفش الاتحاد الدولي نظامه ايه، لكن الاتحاد الدولي للسباحه مصر لو وقفت لعيب، اديك مثال يعني، او اداري او حكم وبعت الجواب للاتحاد الدولي ان ده موقوف، ما يلعبش ولا بطوله ولا حتى في جامعه ولا حتى في اي حته. متاكد جامعه؟ الاتحاد الدولي للسباحه. اصل جامعات امريكا ليها اتحاد لوحديها. انا عارف، انا عشان كده قلت لك ما اعرفش. الباسكت لا وحتى السباحه ما ليها اتحاد في امريكا، السباحين في امريكا تبع الجامعات برضه بيتبعوا الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ليه سلطان عليهم. الاتحاد الدولي للسباحه يمتلك اي حته يمنحها تنزل الميه لو هو واقف اي لعيب. برافو. وهم عندهم مشكله دوله الكويت، انت عارف الرياضه واقفه عندها وكده. الاتحاد الدولي للسباحه مانع تلعب بطوله الخليج، ما بطوله الخليج دي مش تحت الاتحاد الدولي. صحيح. ده مانع بطوله الخليج، مانع بطوله العربيه، ودي برده مش تحت الاتحاد الدولي. ولازم ممكن لو دورنا في اللوائح على فكره في الاتحادات الدوليه نلاقي في اليه. اكيد في الباسكت. اكيد في اليه ان انا اقدر احاسب اللاعب ده. ازاي اللاعب ما بيجيش؟ لاعب اقول له بس هي يعني انا بعتبر ان ده يعني عدم انتماء. يعني انتماء، لازم يبقى في انتماء اكتر من كده، ولازم يبقى في حزم من الدولة. من الاتحاد والدوله اللي هو الاتحاد والدوله طبعا. طب قول لي حضرتك يعني في يعني راي حضرتك ايه في 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 اللائحه الاسترشاديه بامانه اللي الاتحاد نزل بيها؟ انا عارف برضو اتحاد السباحه هيعمل لائحته على اللائحه الاسترشاديه. رايك ايه في اللائحه؟ هل كبدايه كويسه ولا فيها امور كنت تتمنى عدم وجودها؟
هو طبعا احنا خدنا وقت طويل قوي، اصل احنا في مصر قعدنا وقت عبال قانون الرياضه ولائحه الارشاديه وكده، واحنا كنا منتظرين انها تطلع بس. فهي اما طلعت احنا قبلناها عشان هي طلعت. يلا مش مشكله. بس هو كل اتحاد النهارده اللجنه الاولمبيه الحقيقه ووزاره الشباب والرياضه مدياك فرصه ان انت تخلص الانتخابات وغير لائحتك براحتك. صحيح. يعني هي الموضوع كبدايه بس يعني الموضوع أوه. كان كده، كان الموقف اللي احنا فيه اللي كان بايخ شويه، ان اولا بتكلم على الانديه، ان اللائحه الاسترشاديه من اللجنه الاولمبيه كانت معممه طالعه من اللجنه الاولمبيه او من وزاره الشباب، انا ما اعرفش طالعه من اللجنه الاولمبيه، فهي طالعه من اللجنه الاولمبيه للانديه ومفروضه. خدوا اراء الناس طبعا وخدوا اراء بعض الانديه، ولكن في بعض الانديه الكبيره زي النادي الاهلي جميع عموميه اكثر من الزمالك يعني لازم يبقى ليهم مراعاه شويه. وطبعا المشكله اللي بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه وجايه من الحته دي، وبعض الانديه الاخرى زي الصيد والمعادي في يعني في بعض الانديه عندهم مشكله. بالنسبه للاتحادات هم سمحوا لكل اتحاد يعمل اللائحه بتاعته. اللائحه كان فيها شويه تجاوزات بالنسبه، انا بتكلم على السباحه، هو المهندس ياسر ادريس راح بعد شويه ضغوط يعني جاله شال، هو كان حاطط شرط 60 سنه وكان حاطط شرط اعضاء مجلس اداره الانديه مش من حقها تشاء يعني تخش في المجلس، وكان حاطط شرط ان هو عضو الاتحاد الافريقي للتصويت واتشالت بموافقه المهندس هشام حطب او اللجنه الاولمبيه، ودي كانت حاجه كويسه. محطوط بقى شويه بنود جوه ممكن تتغير بعد كده، انا مش شايف يعني كستارتنج ان مش شايف انها يعني لا لا ممكن تعمل مشكله كاتحادات. انا شايف انا كان نفسي بس موضوع المؤهل العالي، انا بتكلم على عامه هي موجوده في غيرها بعد المصري. كده انا شايف المؤهل العالي لازم يستنى، والجيش والخدمه العسكريه يعني ده انتماء ولاء وحاجات كتيره يعني. انا برضو رايي من راي حضرتك ان هي كانت بدايه اللائحه الاسترشاديه للاتحادات. بس انا متضايق من حاجه بقى، ان احنا كل اتحاد قال حاجه يعني حضرتك كنت في الباسكت رئيسه 8 صح؟ بس هي دي اللائحه الاسترشاديه قايله كده. لا طب ما احنا السباحه رئيس ونائب وامين صندوق سكرتير عام وخمسه. بس خد بالك ما هو دي عشان لائحه الاتحاد، لائحه الاتحاد السباحه. انا النهارده بقى عندي سكرتير عام وحضرتك باسكت ما عندكش سكرتير عام، فانا لما اجي اخاطب سكرتير عام الاتحاد مش هتلاقي بقى هخاطب المدير والمدير يخاطب يعني بس ما هي كده، ما انت ما تقدرش تقول حاجه يعني. خد بالك اصل هو ده حق اصيل ردته اللجنه الاولمبيه للاتحاد، عايز تحط سي هو في الاخر انت حد هيمدي لك على الجواب. لا بس انا هقول لحضرتك احنا كان ممكن الدوله ممثله في اللجنه الاولمبيه بالنسبه للمناصب هنقول احنا مناصب كده مفيش حاجه. مفيش احنا العدد 9 10 ولازم على المناصب، وانا شايف ان السباحه دي حاجه كويسه ان يبقى في مناصب. انا شايف ان الباسكت ممكن يبقى في خناقه جوه، واليد برضو نفس الكلام عندهم حاطين مناصب خناقه جوه. الطايره عامله رئيس ونائب واعضاء وسبع اعضاء يعني هتبقى الموضوع يعني انت النهارده في الباسكت النائب ممكن، وانا عارف ان في نجحوا من القايمه دي ونجحوا، انا عارف ان في قضيه وفي في قصدي ممكن يتعدى مش عارف عشان تتطرف فيها. لا لا والله ابدا والله خالص، انا بقول لك ممكن تعدى، بس انا في الباسكت مثلا في ناس نجحوا من القايمه دي وناس نجحوا من القايمه دي، طب احنا عايزين نائب هنخش نتخانق. لا بس خلاص تم اختيار النائب في السله مهندس محمد عبد المطلب، اصل هو الاغلبيه كسبت من قايمه. بس هو راي حضرتك او فكرتك صحيح ان هو فيه هيبقى ما فيش شكل موحد، هيبقى فيه الدنيا ملخبطه في كل اتحاد مش زي اللي قصاده. في اتحاد فيه امين صندوق، امين صندوق بيشرف على الحسابات. لا في اتحاد في اتحادات ثانيه لا ما فيهاش. طب مين اللي هيشرف على الحسابات هنا ولا هنا؟ صحيح هتبقى الموضوع مختلف شويه. فالموضوع كان لازم يبقى فيه، بس خلاص احنا الدنيا تمشي الدنيا تمشي بعد كده اعمل اللي انت عايزه. وبعد كده المفروض الجمعيات العموميه للاتحادات لازم، اصل الجمعيات العموميه الدوريه اللي بتحصل كل سنه الحقيقه مش مفعله قوي، لانه ما تبقاش مهتم قوي، ما تبقاش عايز تضايق الاتحاد اللي شغال. لا بس بعد ما الدنيا رجعت للجمعيه العموميه لا هيبقى في متابعه لشيء. انا نفسي الجمعيات العموميه في خلال السنين اللي جايه، مع ان دي تتعب الاتحادات لو انا دخلت، بس يبقى ليها دور كبير. ده الصح عشان نعرف اخطائنا فين كل سنه ونعالجها. صحيح صحيح يعني هي المنظومه لازم صحيح. الدايره تكتمل بقى صحيح واحده واحده. القانون دي بدايه كويسه قوي، في عيوب ما فيهوش عيوب ما نتكلمش على الكلام ده. صحيح بس الدنيا تمشي الاول، الدنيا تمشي بس عايزين يبقى في رؤيه وفي استراتيجيات وفي ناس عايزه تقول حاجه للبلد، البلد دي تستاهل اكتر من كده. صحيح جدا. انا شايف ان الاولمبياد ريو اللي فاتت كانت نستاهل احنا ناخد ميداليات اكتر. صحيح. ان احنا نقعد معطلين الرياضه سنه، طب احنا النهارده انا هاجي الاتحاد ناقص 3 سنين على بكين،
عندي ولاد زي احمد اكرم وفرد عثمان ومعالي خلف الله وميشو، ناس كتيره مش عايز انسى اسماء. صحيح. بمروان القماش، ناس كتيره جدا. صحيح صحيح. طب النهارده احنا هنشتغل على انهي خطه؟ ناقص ثلاث سنين، مفيش وقت. صحيح. برضه هنقول بس عايزين نبتدي الحياه بسرعه. صحيح. صحيح. كابتن ايمن نورتيني وشرفتني. انا متشكر جدا على اللقاء ده ومبسوط ان انا جيت معاك، وان شاء الله لنا لقاء بعد الانتخابات. كابتن ايمن عايز اقول لك ان الحقيقه استمتعت باللقاء معاك والله، يعني عقليه كبيره وانت كنت دايما ورا الاضواء شويه مختفي. احنا جبناك المره دي قدام الاضواء. سعيد جدا بلقائي وبشكر حضرتك جدا ان انت شرفتنا في الاستوديو يا كابتن. متشكر جدا. شكرا شكرا جداً. شكرا. فاصل سريع وارجع لحضراتكم، هنستقبل كابتن ياسر داوود المدير الفني لالعاب القوه، هيكون معنا اللاعب رامي محمد لاعب العاب القوه برضو، فقره مهمه ما تروحوش بعيد يعني دقائق ونرجع لكم تاني ان شاء الله.